السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من مطبخ إيمان الشريف. لكن النهاردة مش هنطبخ، النهاردة هنعمل حاجة مختلفة خالص وكمان مهمة جدا. إزاي بطرملات الصلصة والمربى اللي بنرميها أعمل منها شكل جميل أقدر أستفيد بيه وأحط فيه كمان الحاجات بتاعتي اللي في المطبخ. هنشوف مع بعض هطلع إزاي البطرملات بالشكل الحلو قوي ده بعد ما كانت شكلها مش حلو خالص. دي البطرملات بعد ما غسلتها ونظفتها وبقت جاهزة تماما لان انا اشتغل عليها. هنشوف بقى هنعمل ايه بالظبط. طبعا انا معايا خامات كتير ممكن استفيد باي حاجة منها، لكن انا هدور على اكتر حاجة منها هتكون مناسبة. الشريط ده هيدي شكل حلو قوي، انا حاساه هيبقى شكله حلو مع البطرمانات بتاعة الصلصة. هبتدي، بس اول حاجة اعملها ان انا هجيب ورقة تكون صغيرة تقضي انها تدخل جوه البطرمان عشان ابتدي اخد عليها المقاس بتاعي. هدخلها جواه بالشكل ده واحدد انا عايزة احط الشريط بتاع الستان في انهي جزء بالظبط بالشكل ده. لما احدد هطلع الورقة كده، انا عرفت عايزاه في منتصف البطرمان تقريبا. هطلع الورقة وابتدي اخد علامة في نفس المكان اللي انا هلزق فيه الشريط بالمسطرة وقلم يكون واضح علشان اشوفه لما دخله جوه البطرمان. احنا هنا تغلبنا على موضوع ان انا ما اقعدش ارسم بقى بالوان ازاز وفرش وريحه تينر ومش عارف ايه، لا كل ده هنسيبه خالص. وكمان لو حد مش بيعرف يرسم هيقدر يتغلب على النقطه دي كويس جدا، انه هيعمل حاجه شكلها حلو قوي وفي نفس الوقت بمنتهى البساطه والسهوله. هاخد مقاسات الشريط بالشكل ده، هقصه علشان ده الجزء اللي انا هشتغل عليه، وهبتدي الماده اللي هشتغل الزق بيها هتكون غير شفاف. ده الشريط، هشتغل على الوش. طبعا الوش هو اللي هلزقه، لكن هشتغل على الظهر. ده غير اوكي شفاف ما بيديش اي لون، وفي نفس الوقت ماده لاصقه قويه جدا جدا، يعني انا هغسل البطرمانات زي ما انا عايزه ومش هيجرى لها اي حاجه، وكمان مش هيطلع منها ولا الغيره ولا الشريط. هجيب الظهر بتاع شريط الستان وهبتدي احط عليه الغيره بالفرشه بالشكل ده. طبعا انا بحط ورقه تحت عشان ما بهدلش الدنيا، وكمان علشان اشتغل في النظافه. بعد ما هبتدي الزق عليه كل الغيره هسيبه بس دقيقه او دقيقه ونص يبتدي يشمع ويتشرب من الغيره، عشان اول ما الزقه يتلزق معايا وما ينطرش ويقع. انا محدده طبعا المكان اللي هزق فيه بالقلم، واخد المقاس كويس قوي علشان ملزقوش ويقعد يتعرج مني ويطلع شكله وحش. وزي ما قلتلكوا احلى حاجة ان مش هضطر ارسم والون بالوان ازاز. في ناس كتير مش بتعرف ترسم، دي طريقة سهلة وجميلة جدا، وفي نفس الوقت هقدر اغسل البطرمان زي ما انا عايزة من غير ما يحصل اي مشاكل. هلزق برفق زي ما انتوا شايفين، وعلى العلامة اللي انا واخداها بالخط بالشكل ده. والطرف بتاعه لو محتاج انه يتقص او يتظبط، لو مطلع اي شراشيب هشيل منه زيادات، لو مش مطلع يبقى تمام. هلزقه كده اتلزق معايا بسهوله لاني سبته دقيقه دقيقتين علشان الغيره يشد مع القماش ويبتدي يلزق معايا بسهوله بالشكل ده. طبعا نتيجة حلوة جدا جدا ما شاء الله، هتعجبكم قوي قوي. واحلى حاجة ان انا بعد ما كنت هرمي البطرمانات انا كده غسلتها ونظفتها وهقدر استعملها بشكل جميل، بقى احط فيها بقوليات، احط فيها توابل، احط فيها اللي انا عايزاه. المهم انها تبقى ديكور في المطبخ، وفي نفس الوقت حاسه ان حاجه انا اللي عاملاها بنفسي، تعبت فيها وفيها افكاري وفيها احساسي. وكمان الشريط ده المتر منه ب15 جنيه بس، عمل لي 3 بطرمانات، يعني انا ما اتكلفتش حاجه خالص. شويه غيره بمنتهى البساطة، صغيرين جدا جدا، ما اتكلفتش حاجة، وعملت شكل حلو قوي في البيت. ابقى مبسوطة كل ما اوصله وحاسة ان انا قد ايه استفدت من حاجة كنت هرميها، وفي نفس الوقت شكلها حلو قدام عيني، كل ما ابص عليها ابصت من شكلها. وطبعا تقدروا تعملوا باي خامة عندكم، مش لازم يكون شرايط الالوان دي، في حاجات كتير قوي ممكن تعملوا بيها، والافكار كتير، وهنعمل فيديوهات كتير عن افكار كتيرة تاني ان شاء الله، اكيد هتستفيدوا منها وهتعجبكم. وعايزة اشوف بقى رأيكم ايه في الفيديو، والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله، واشوفكم بخير. مع السلامة.